بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة عايزين نتكلم على ازاي نخلي السنيك لما هو بيتحرك ياكل التفاحة، ولما ياكل التفاحة يكبر، ولما يكبر يجنريت نيكست ابل. ففي البداية خالص احنا كنا متفقين مع بعض ان انا بحرك السنيك عن طريق فانكشن اسمها موف سنيك، اللي هي حرك الايه التعبان. طيب موف سنيك كانت عبارة عن ايه؟ الموف كانت عبارة عن عمليات بوش وبوب. فبالتالي لو انا جيت مثلا قلت له فويد موف سنيك، كانت بتنقسم الموف سنيك الى 3 اجزاء. الجزء الاولاني كان بيجيب النكست هيد لوكيشن، يعني ممكن اعمله كفانكشن اسمها جيت نكست هيد، اللي هو المكان اللي المفروض الهيد هيمشي فيه. بمعنى لو كان مثلا ده الحلقات بتاعت التعبان بتاعي وكان ده الهيد، فالمفروض ان الهيد هيمشي اب، فيجيب لي النكست لوكيشن اللي هو ده قبل ما اضع الهيد في اللوكيشن ده. جيت نكست هيد يجيب لي الهيد اللي عليه الدور اللي هو البوزيشن ده. بعد ما يجيب النكست هيد، النكست هيد ده ممكن يكون ابل، تفاحة، ممكن يكون وول، حيطة، ممكن يكون اي اوبجكت تاني. فبالتالي انا هستقبله في لوكيشن هنا واسميه النكست ان هيد، ان اتش مثلا، ان اتش. بعد كده هشوف لو كان اللوكيشن ان اتش ده، اف انا بكتب هنا الجوريزم وفي الكودينج هنشوف كودينج مع بعض. لو كان النكست هيد ده، النكست هيد يساوي ابل، ايه اللي هيحصل بقى؟ انا افكر ايه اللي هيحصل. المفروض ان انا هموف الهيد وايه، وما هش هاكل التيل. تمام، يبقى في هنا حالات كتير، كيس في احتمال ان يكون ابل، احتمال ان يكون وول، احتمال ان يكون ايه ابل او وول او اي حاجه او اي اوبجكت تاني. طيب فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشتغل بقاعده سويتش مثلا، ممكن اقول له سويتش النكست هيد، اختبر النكست هيد، واقول له كيس انه كان امتي، كيس ان هو كان فاضي للنكست هيد. يبقى في الحاله ديت هموف السنيك بادي مثلا، اعمل فانكشن موف سنيك بادي واقول له خلاص يبقى انا اكتفيت بان التعبان هيتحرك. كيس انه كان ابل، وفي حاله انه كان ابل في الحاله ديت هموف اند جرو سنيك، موف اند جرو سنيك. شوفوا انا دايما وانا بفكر بقسم افكاري لفانكشنز على طول، كل ستيب بعملها بقسمها لفانكشن على طول. طيب وبريك وكيس، كيس ان هو كان وول، كيس انه كان حيطه، فهستدعي فانكشن جيم اوفر، جيم اوفر، والفانكشن دي المفروض انها ايه، هتنفذ عمليه الجيم اوفر. كده انا كاني عملت موديولاريتي، جيت نيكست هيد، اف النيكست هيد كذا، اف كذا، اف كذا، اف كذا. تمام. طيب تعال نعمل موديل للحركة ديت، وبعد كده نرجع للسبورة تاني نشوف ازاي هجنريت راندوم ابل، اللي هو النكست راندوم ابل. فهطلع كده انزل الشاشة واطلع. انا عندي هنا مجهز ايه، هسحبها وهضعها هنا، هطلع فوق اروح للفانكشن بتاعت ايه، بتاعت موف سنيك، اهي موف سنيك. حاجه اقول له لوكيشن جيت نيكست هيد، هات لي الهيد اللي المفروض يمشي عليها الدور. تمام، عشان اجيب النيكست هيد هنا انا هاخد كل الكود ده واعمل له كات هنا، واروح هنا ايه واقول له ريتيرن الهيد، رجع لي الهيد، واقول له لوكيشن نيكست
هيد بتساوي جيت نيكست هيد، هات لي النيكست هيد. بعد كده ابدا اعمل ايه؟ اقول له سويتش بورد اوف نيكست هيد دوت رو ونيكست هيد دوت كولم، اختبر الوول، اختبر البورد بتاعتي. في عندي ثلاث احتمالات حتى الان مستقرين عليهم. كيس انها كانت فاضيه، الوول دي كانت فاضيه، في الحاله دي هحرك التعبان بدون اي مشكله خالص، تمام. فوليكن هعمل فانكشن موف سنيك تو نيكست لوكيشن مثلا، احرك التعبان لللوكيشن اللي عليه الدور، ولما احرك التعبان لللوكيشن اللي عليه الدور ممكن اديله هنا بارامتر كانبوت النيكست هيد. طبعا كل واحد بيصمم الفانكشن اللي تحلو له، تمام، اللي هو شايفها من وجهة نظره ايه هتكون مفيدة وكويسة. هنا لوكيشن نيكست هيد، وابدأ اخد الفانكشنز بتاعت الايه بتاعت ديت اللي هي حرك التعبان تو نيكست لوكيشن. طيب حركة التعبان هنا هقول له بوش النيكست هيد، انا هشتغل بقى بالنيكست هيد هنا، بوش النيكست هيد، وهنا خلي النيكست هيد ايه ببورد، وهنا التيل امسح التيل. طيب وبعد كده اقول له بريك. طيب كيس انها كانت ابل، كيس انها كانت تفاح، ايه اللي هيحصل لما تكون تفاح؟ هقول له جرو موف اند جرو سنيك، موف اند جرو سنيك، حرك التعبان وفي نفس الوقت ايه كبره. ومعنى كلمة وبريك، معنى كلمة حرك التعبان وكبره هي نفس الفانكشن دي بالظبط، تمام، هي نفسها بالظبط، بس اسمها طبعا موف اند جرو ايه، موف اند جرو سنيك. هرسم التعبان بدون ما امسح التيل، بدون ما امسح التيل هنا، بدون ما امسح التيل خالص كده. المفروض التعبان ياكل ويكبر، ياكل وايه ويكبر، وده المفروض نعد الحلقات بتاعته لما ياكل ويكبر، تمام. هنحرك التعبان كده ونقول نعد الحلقات، 1 2 3 4 5، هو حلقاته بخمسة. المفروض لما يروح يتحرك ياكل، هنعد الحلقات بتاعته، هتلاقي الحلقات بتاعته بقت ستة بالظبط. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، شكرا وإلى اللقاء.